والله اليوم احنا ما مقررين انه يعني يطلع نفس الشيء، فلابس اني برتقالي واخضر. ما قلت اشتي من مني قلت شيء لابس نفس الشيء. اليوم اريد اسوي جوله وعاجبني اكل محشي. فريش محشي. محشي محشي اكل. مستمتع مستمتع طاير بمصر، راح اصور لكم كل شوي فلوجات. احلى شيء هنا هي البناء. أنا البناء المصري هذا المعماري يهمني جدا. على فكرة احنا عندنا كلش هواي اماكن ببغداد، يعني خصوصا بشارع الرشيد، بنايات قديمة بس للأسف ما محافظين عليها. هنا جدا يهتمون بالبنايات القديمة، يبقوها نفس ما هي عتيقة بس يهتمون بها، يداروها زيادة عن اللزوم. هسه راح اشوفكم هذا المكان من الداخل. اوكي، هي هذه بناية بها سكن؟ لا، جوه في كافيه بس التصوير فيه لأنه سياحي. والألوان هنا الألوان جدا رائعة، يختارون دائما الألوان اللي هي فينتج، تنطي إذا إن هذا المكان هو بيعتق بي 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 شيء من الماضي. فهذا اللي هذا أنا هاي أماكن المفضلة فمصر. I love you so much. واكو شغلة جدا مهمة. هسه هذه معلومة من نرمين، قالت لي انه شو اسمه الاماكن القديمة مثل الفلل القديمة مال الملوك، البنايات القديمة مال الملوك، قاموا يسوون من عندها جامعات. يعني على سبيل المثال كلية الفنون الجميلة اللي هنا عندهم قسم الموسيقى، هي بناية قديمة. ما ادري لمن تعود بس هي قديمة جدا. حلو هذا الشيء. هواي تسمعون هورنات هنا، كلش عادي كلش طبيعي. انا اريد اصور بس الشوارع، بس الشوارع اصور، يعني ما اريد احكي لدرجة انه انا ما اريد احكي غير بس اصور الشوارع. ايش قد اخذ صور هيك، مال اخذ هيك مثلا شوال كبير مال ملابس وكل مكان ابدل واخذ صورة. هسا احنا بالضبط رايحين الى كلية الفنون الجميلة اللي هنا صايرة بالزمالك. صار عندي فضول انه اشوف البناية واشوف شكلها كلش كلش. هذه هي بناية قسم الفنون الموسيقية، تخيلوا شوف الجمال. بعد ترتيب باعوا كلش حلوة البناية. صار عندي فضول كلش انه ادخل واشوف شو يدرسون. صار عندي حتى فضول انه اجي ادرس موسيقى بهذه الكلية. حلوة وتسواها للدراسة و اكو حكي هنا بس ما اقدر احكي خلاص. على فكرة السيارات الصغار كلش هواية هنا أنا بمصر. واكو معلومة انه نرمين، تعالي نرمين، بعد نرمين، اويلي اويلي يابا دعبسوا توك توك هذولا. نرمين عندي سؤال، هذه السيارات الصغار تقريبا ايش قد يطلع سعرها بالدولار؟ يعني مثلا هنقول من 20 ل 25 ألف، يعني مثلا 1000 دولار أو 1500 دولار كده. شفتوا هذه السيارات الصغار أسعارها من 1000 دولار وفوق، 1500 2000 دولار.
هذه نروح للباله. البال اكو بالات ببغداد هنا بمصر. هي نروح. انا اتمنى انه اشحن سياره هيك ببغداد لان انا احب السيارات الصغار. هذه روضه، شوف الاهتمام بالروضه مال الاطفال. هيك سواها للجهال انه يداومون، كلش حلو. هذه هي بنايه كليه الفنون الجميله في مصر، فتح حلوة، بناية قديمة. شوف الصبار والزرع اللي بداخلها والتنظيف. هنا أنا بصراحة يعني مو كل الأماكن مسموح إنه نصورها، يعني عندهم مثل يعني متحفظين على أماكنهم، أكو أماكن إنه ممنوع ما نقدر نصور، يعني أكو كم مكان من عونه. بس هسه إجينا بمطعم مصري اسمه الدهان، راح ناكل أكل مصري ونجرب لأن جوعان كلش على أنغام أم كلثوم. وصل الاكل. هذا المنبار احلى شغله نزلتيها هي المنبار لحد الان. هذا الرز، وهذا شنو؟ طاجن بطاطس باللحم صح؟ شكرا. ونرمين واكل مصري. طيب صح؟ يعني منابير عندنا بالعراقي. تفضل. المنبار عندهم ناشف، مو مثل عندنا احنا يعني بصلصة. حاطين بهارات فيه هواية، حاطين بهارات حارة هواية. ناس كت يعني هاي المفروض انه بيغزيني، هو بيغزيني هاي ضيف. بس يلا عادي. شوفوني شوفوني. اسمها ايه علي لما بتدلعه حد؟ بتغنقني حاجة مش يعني غنجي. انا عارفة بقى الجملة ايه. بس دلال عادي. اوكي دلال يا جماعة. اداريتش. مهتم بي علي ومهتم باكلي. اداريتش يعني. اداريتش. اوكي. بعد ما خلصت من المطعم اكلت الاكل المصري كلش طيب. ما اعرف ليش يقولون هواية انه الاكل المصري مو طيب، بس هو السبب انه لازم تعرفون تختارون وين تاكلون اكل مصري. بيا مطعم من يا ايد تاكلون، فهنا اقعدهم مطاعم مشهورة ونظيفة وطيبة، لازم تجربون الاكل المصري. فهسه اترخص وانتظروا بعد هواية بلوجات راح احضر لكم عن مصر، راح تشوفون اشياء حلوة. انا احبكم هالقد، بس اقول لكم في مال لا.